يدخلوا صد هنا، صد هنا يصور. هاي منطقة نور. أو جاي الحاج صورة. أشرح معي. صورنا لهم جايين هذا الكره خمس دقائق استنى خذ الاصفر هذا يبان الاصفر شويه ما يبانش زيد قرب ليها شويه ما يبانش كل الاصفر ما عندكش صور هذو اللي راهم يخدموا شويه تمشي افتح لي سونس برك تفتح تحت صور نحطها يكون في البيت دير بالك على راكدين هاد البيركيرا مزال مديور خلاص خلاص البيركيرا ومعاك البريمير بوز هاي ضربوش اي معليش ها؟ معليش على البلاء
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة
مرحبا بكم في بيتكم ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل. أيها المؤمنون، أزف إليكم البشرى بأن ملائكة الرحمن تحف من حولكم. أيها المؤمنون، أسأل الله تعالى أن يطيب ممشاكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلكم في الصالحين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها المؤمنون، باسمكم وباسم الخاص أرحب بآبائي الكرام الحاج السيد حفظه الله تعالى، وأرحب بالحاج قدوري حفظه الله تعالى، وأرحب بأبي الحاج عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وأرحب على من غاب وأسأل الله تعالى أن يكون معذورا في غيابه الحاج القاسم الذي كان يشفع في هذا المسجد، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم في أهلكم، وأهلا وسهلا بكم في حيكم، وأهلا وسهلا بكم في بيت الله عز وجل. أيها المؤمنون، لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، نفتتح هذا الحفل المبارك، وهو حفل خصصناه لمسابقة خاصة بهذا المسجد ومسجد صفيح ومسجد حرب شرطة، وهذه المسابقة أسميناها مسابقة سليم سعدي، وهو الطفل الذي توفى قبل رمضان بأسبوع فقط، وهو الذي لم يبلغ من العمر إلا 14. نسأل الله تعالى أن يتقبل عنده وأن يجعله ذخرا لوالديه. وكذلك لا أنسى أن أترحم على روح أبي الطاهرة الشيخ مد نبرادة، الله يرحمه إن شاء الله ويتقبل عنده إنه قدير. بعد ذلك أذكر لكم يعني البرنامج تاع هذا الحفل، وهو عبارة عن 3 أناشيد وسكتش قصير، ثم بعد ذلك أيها المؤمنون كلمة لشيخ من شيوخنا الأفاضل، ثم بعد ذلك توزيع الجوائز ومسكه الختام. نسأل الله تعالى التوفيق إلى ذلك الحين. وأول أنشودة يتقدم بها براعي كالظهور، وهي بعنوان رمضان كريم، فليتفضل. كريم 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 رحمنا الرحيم رحيم رحيم رمضان كريم 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 رحمنا الرحيم رحيم رحيم. قم للعبادة ترقى السعادة، قم للعبادة ترقى السعادة ترقى السعادة وترقى النعيم. رمضان كريم
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أشكر فضيلة الأستاذ والإمام المسجد المبارك، وأقول له جزاك الله خيرا وربي ينورك ويوريك إن شاء الله. وقد ذكرنا في سنين مضت من حياتنا بهذا المسجد الكريم، إن كان يضمه أستاذنا وشيخنا الحاج سروق رحمه الله والحاج بسنوسي رحمه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنهم تربيع جنانه. ولا شك أنهم تركوا خلفا صالحا، قال قوله الحق: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فتركوا لنا خلفا صالحا إن شاء الله. وإن دل على شيء فإنما يدل على تلك الكوكبة الطاهرة المباركة التي كانت تتلو علينا كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيت الرحله وذكر من بعض من الميله. اذا تعالي ايها الاخوه الكرام، خجول ان اقف في هذا المكان الطاهر وهذا البيت الذي هو من بيوت الله. فنسال الحمد تبارك وتعالى ان يوفقنا لعباده الخير والصلاح، ويجعلني وإياكم من المعتوقين في هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الأيام المباركة. ونسأله جل قدرته أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، إنه على ما يشاء قدير وبالقيامة قدير. وأستسمحكم لأني لست بهذا المقال، وإنما دفعني إخواني لأنني ذو قناعة صغيرة. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد ذلك أيها المؤمنون، تقدم ترفع
أشواقا تزداد.
يحتاجها او يشتري لباس
أو يعاون بها الأب نتاعو، يعني إذا بها هذه الطفلة يدير بها وشحة هذه الجائزة نتاعو، فمبروك عليه. قدمها له الحاج الحسين، هو اللي راح له مش الحاج الحسين اللي يجي، تأدبا واحتراما. قبل عليه وهو جالس مش يوم. جائزة ثانية وهي 1000 دينار. جائزة ثانية وهي 1000 دينار، وجائزة ثانية جات 62 نقطة. وهذه صارت فيها معركة كبيرة كبيرة بين مفتاح شمال وابراهيم شتيكة. يقدم هذا الشيخ يوسف. تفضل يا شيخ. فالجائزة هي إيمان الشيعة.
فجائزة يعني جائزة من الجوائز هي من تدفع المال يحفظ الربع ياسين يفضل الربع على الاسم تاعه على كتاب المتابعة ونزل جائزة السلام على راس الشبويو ونزل الفرع الأول يعني القرآن الكريم قضايا وأفران قضايا سي محمد عدالو بارك الله فيك وكان نشر يخشون أن تشمركين ورياسة الهدى لذلك القرآن الحمد بما هو هو يسكن في أسرار الفتاة وشكرا لديه الأول بارك الله فيه من ذلك جائزة الأخرى وهي المحل المعروف وراءه وعلم غني فإنها لا تعمل
اللي هازو
وبارك الله فيكم ايها المؤمنون لانكم شرفتونا بحضوركم، ونسال الله تعالى ان يجعل مسعاكم هذا في ميزان حتى انتم تجيبوا اخبارنا، ونسال الله تعالى ان يرحم من مات من اهل هذا العين وان يحفظ الاحياء منهم، ونسال الله تعالى ان يحفظ ابائي الكرام جميعهم او جميعهم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يكرمنا ان يوافق طاعات وان يوفقنا الى اجتناب المنكرات، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من عباده الصالحين. وفي الاخير تفضل الاخ محمد الهواري يختم لنا بايات الانتصار. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتنظر به الحوائج ويستسقى الغمام في يده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسة عن الحب عن الله فاتحة أستاذنا وليدنا وإمامنا اللي جمعنا رب الشرعي جمعنا الدنيا والأخيرة الله يحفظه الله يحفظه جمع الحاضرون اللهم اصلح الجميع اللهم جميع لنا ويرضى اللهم يا خالق الحق والنواب لكل امرئ ما نوى من الخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا مناديا لمن انا امن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد في مصطفى رب شره ينور به ينور يعني تستجد له في الشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرواح 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 يدي أرواح
يا سيدي حنا اللي نجيوكم سمعتني وحنا نتمنوا لكم ان شاء الله ان مثل المزيد وباه وليد Thank you.